رجعنا لكم تاني، وخلونا النهاردة نتكلم عن يوم للمبادرات الإيجابية. خلينا احنا بنقعد ندور دايما كده عن أي حاجة فيها بارقة أمل، أي حاجة فيها تحس إن فيها عمل إيجابي فيها خير، بتبقى كويسة جدا إن احنا نعرفها، ويمكن تعمم ويمكن تنتشر. وهو يعني تخيلوا مثلا إن حد ممكن يعمل حاجة، يعني زي ما أخبرنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إن من يسن سنة حسنة، اللي بيعمل حاجة شوف بقى بتضاعف ليه كل اللي بيعمل زيه، واللي بيعمل طبعا العكس والعياذ بالله. يعني ربنا يجعلنا دايما من اللي بيستنى سنة الحسنة. فكرة من 15 سنة كانت موجودة في أوروبا، وماله أن أنا ما أكون في أفكار يعني موجودة في دول تانية مختلفة أو في دول متقدمة أن أنا أكررها وأجربها هنا موجودة في مصر. ممكن في حاجات ما بتنفعش مع مجتمعات مختلفة، ولكن في حاجات زي البيزك، يعني زي الحاجات أساسيات تنفع في أي دولة وفي أي مجتمع. أما تكون في أفكار إيجابية وحاجات أن هي تحس على تعاون الناس وتكاتف الناس وتراحمهم، يعني في ناس كتيرة بنقول إن هي بتدين بالإسلام وهي ليست مسلمة، أخلاقيات الإسلام، التراحم اللي ربنا أمرنا بيه في ديننا الحنيف. ممكن تكون ناس ما عندهاش ديانة خالص، ولكن عندهم نفس الأخلاقيات اللي بينادي بيه الدين الإسلامي. الفكرة دي من 15 سنة كانت موجودة في بعض دول أوروبا، وبدأت في ناس هنا تفكر إن هي تجرب الفكرة دي وتطبقها وتنفذها. الفكرة ببساطة إن هي عبارة عن مطعم للمكفوفين بيشتغل فيه حوالي 90% من المكفوفين، ويكون إن أنت رايح تاكل في المطعم ده، بتدخل المكان ولكن في غرفة مظلمة تماما علشان تعيش الأجواء. فاكرين لما كان يعني في حد من فترة كده كان بيتكلم إن أنت عشان تحس بأي عيشة أي حد ممكن يكون ربنا ابتلاه يعني أحد الإعاقات، ربنا يعافي الناس جميعا يا رب، إن أنت تحاول إن أنت تعيش التجربة دي. هي نفس الفكرة، إن أنت لو أنت مثلا عايز تحس بإحساس أي حد فاقد للبصر، ربنا يا رب يعني أنعم عليهم جميعا بنعمة البصيرة وينعم علينا أيضا، وربنا بيعافي كل الناس بقدر ابتلاءاتهم، ربنا يعافينا جميعا يا رب. أما تعيش في أجواء إن أنت قاعد في أوضة في غرفة مظلمة تماما وتشعر ازاي ممكن يشعر الكفيف او الفاقد البصر، احساس اكيد هيحسسك انت ازاي ممكن تتعامل معاه بعد كده. المطعم بتدخل الغرفة المظلمة دي تاكل فيها وهي مظلمة تماما ما فيهاش اي نور، بتحاول ان انت بيتقدم لك الاكل دي بنت من البنات الكفيفات، وبتقول لك التعليمات تدخل تعمل ايه وازاي ممكن تاكل، ازاي ممكن تتعايش من خلال الغرفه المظلمه دي علشان ما تتخبطش ما تعملش، ازاي تتعايش في الجو ده. اكيد تجربه حلوه جدا، ولكن انا شايفه ان الهدف من التجربه دي لازم يكون في الاول وفي الاخر ثمار ايجابيه. لازم ان انا اطلع منها بعد ما ادخل المطعم ده وان انا احاول ان انا اعيش التجربه دي، ازاي اتعاون مع كل حد فاقد لنعم من النعم اللي ربنا انعم بيها، ازاي اتعامل مع كل حد ربنا ابتلاه وانه يكون عنده اعاقه من الاعاقات، وازاي ممكن يكون في اي حد من ذوي الاحتياجات اتعامل معاه ازاي واتعاون معاه ازاي واتراحم معاه ازاي، وازاي ان انا ممكن احاول اكون من احد مذللي العقبات. لازم يكون في هدف من التجربه اللي انا بعيشها ده اللي انا بعيشها دي، وان انا حتى لو انا رحت المطعم ده علشان ادعم الفكره وان انا ادعم المكان وادعم العاملين في المكان، فاكيد برضو دي هتكون من الثمار الطيبه. تعالوا نشوف تقريرنا ونرجع تاني.